هذا البرنامج الذي يعنى بالأرض الطيبة وبمشاكل الفلاحة والفلاحين عامة. الفلاحة هي علم، علم معناتها سيونس إكزاكت. العلاقة بين الشجرة والأرض هي علاقة غذاء. قد ما يكون الهيكل قريب قد ما تكون الشجرة أقوى. لازمتنا نعملوا الفلاحة بلان ديتود، ولازم بلان ديتود لازمتها أبليكي على لتر. عبارة أنت معطيتها شيء من العناصر المغذية وهما لا، العناصر المغذية ممكن موجودة أما ما وصلتش نتيجة مش لعملية تسميد خاطئة، نتيجة لعملية ري غلط. اليوم نصيحة لفلاحتنا اللي أنه ياو تمجم تصرف 100 دينار ولا 200 دينار ولا 300 دينار في إرشاد، في معلومة، في حاجة تنجم تربحك الملايين. برشا منتجات اللي كيما نقولوها معروفة بهم تونس، مواطن في تونس ولا ما عادش ينجم يخلط عليهم.